وده فعل اليهود، وده زعيم من كبار زعمائهم اسمه محمد منتصر الجزيري، يجيبوه في التلفزيون حسي مشى خلى البلد ذاته، مشى هناك بقى يرسل من واشنطن هناك ساوي له لغاء او برنامج جايبينه مش لغاء، بيتكلم في منبر في منصه والجماعه قاعدين رجالا ونساء قاعدين، قال لهم قعدنا في الصف الاول في البيت الابيض، كنت اقول جامع في الصف الاول في البيت الابيض مع الكونغرس الامريكي، انا ما بتقدر تجي معاي في لساني انت وخذها كذا. بعدين شنو قال في الصف الاول؟ قالوا هيئه لجنه من رجال والكنائس برضو في الصف الاول. قال فخرجنا من هذه الجلسه بالحرب على التطرف وان الدين الاسلامي المعتدل هو التصوف يعني صوفيه. قال باتفاق اهل البيت الابيض الجماعه القاعدين دي زكوا اليهود والنصارى، قالوا انتوا الناس المعتدلين وانتوا الناس التمام. قبل شهرين اخي الحبيب علي الجفري كنت على يعني في وفد بين صوفيه السودان منهم الخليفه الشيخ عبد الوهاب الكباشي اللي سوى والشيخ الطيب الجد رئيس المجلس على التصوف من خلفاء السودان حيث نوب شخصا واخرين، جلسنا مع الاداره الامريكيه البيت الابيض الصف الاول، الكونغرس الصف الاول، الامن القومي الصف الاول، الخارجيه الامريكيه الصف الاول، ومراكز بحثيه وكنائس في ورشه عنوانها مرتكزات التطرف الفكريه، كيف تحارب، كيف يصنع التطرف مالا وفكرا، ووضعنا على مائده النقاش ما نعرف وما تعرف من هو المتطرف. هذه الورشه خرجت بان التصوف هو الاسلام المعتدل وينبغي التعاون ما بين الغرب، ينبغي التعاون ما بين الغرب على مظله التعايش السلمي بين الاديان، على مظله تبادل المصالح والمنافع حتى نحقق السلام. يا اخي معقوله يا اخي؟ وده الدين بياخذوه من ديلك؟ وده اللي بيفرحك؟ الله قال ومن يتولهم منكم فانه منهم، ديل اعداء لله تعالى يا شيخنا. قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ويهود ديل مجارمه في كتبهم قروا انه قبلة الرسول الكعبه، ارجع تفسير ابن كثير قروها قالوا الكعبه، لما الرسول عليه الصلاة والسلام سنة وخمسة أشهر أو أربعة أشهر الاختلاف بين العلماء بيصلي جهة البيت المقدس، يتعجبوا قالوا والله الأوصاف الفيو كلها صح لكن ليه بصلي بيت المقدس؟ بعدها الله نزل على الآية قال لو قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شنو؟ شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. مش كلام واضح؟ جماعة قالوا أوه دينه ده ما صحيح غير قبلته، وهي مكتوبة عندنا القبلة شنو؟ الكعبة. واحدين طعنوا شكاية الله بدري قال له سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء شنو؟ لا صراط مستقيم. بعدين في نهاية الصفحة قال له ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفوا الرسول عليه الصلاة والسلام بالأوصاف، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الزور ولده بيغبى عليه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين إلى آخر الآيات من سورة البقرة. ناس عديل برقوها عديل مشوا البيت الابيض في الصف الاول ويجوا كوركولينا نحن يهود عقيدتكم يهوديه، نحن لا مشينا البيت الابيض ولا البيت الابيض بيسوى عندنا شيء،
بيتنا ذات وإما جير أبيض بنقلبه بنفسجي لأنه الكتاحة كثيرة في البلد دي البياض ما بينفع فيه. والله الذي لا إله غيره بيت الأبيض وقال في الصف الأول كمان ومسجد يا أخي الصف الأول والصف الثاني نازل غلبتون الشغلة. والله الذي لا إله غيره قاعد في البلد دي لف 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 غلبته نزول غلبته الشغلة هنا جابوه في التلفزيون. قالوا يا شيخ هل بيجوز تقول يا أهل الله ويا فلان الحقنا ويا فلان افزعنا ونظرة يا ونظرة يا شيخ فلان؟ قال ألف وبه الجواب. قال ألف وبه طبعا بما جابه للليلة ما جابه. قال ألف إذا قصد الله تعالى أو مش قصد الله قال إذا علم أن الفاعل الحقيقي هو الله تعالى وأن هذا يا شيخ فلان وفلان وفلان ده ما الحقيقة؟ الحقيقة الله تعالى. يعني تقول يا فلان ويكون الحقيقة ما فلان يكون الحقيقة يا منو؟ يا الله. أو الفاعل الحقيقي منو؟ الله سبحانه وتعالى. ده كلام أصلا قال ما في شيء. تقول نظرة يا شيخ فلان ما في شيء. الدليل قال قال تعالى. أنا والله لما خفت قلت في آية يا جماعة الشغلة دي تلخبتت ولا شنو؟ وهي ما في لخبطة والقرآن ده واضح جدا لأنه أنا قلت الله قال في القرآن ولا تدعوا من دون الله والزول ده قال ممكن الشغلة دي قال قال تعالى. جاء بايا لما خفت لما سمعت ده فرحت ذات وقلت سبحان الله. قال قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول عليك الله ركز في الكلام ده الدليل على انه تقول نظرة يا فلان. قال يوم يقول المنافقون والمنافقات إذي برامج بتكفيك داري يبلك كلام المنافقين والمنافقات. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورك. ابقى استغاثة أو النداء أو نظرة أو مدد بآية الحديد. هم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم نظرة أتت في القرآن إن المؤثر حقيقة هو الله لكن إسناد الفعل مجازي فهذا أمر سائغ وجائز. قال ده الدليل على إنه تقول يا فلان نظرة يا فلان انظرونا هنا يعني انتظرونا وهناك دين المنافقون على نحن أمرنا باتباع المنافقين ولا باتباع المؤمنين؟ واحد اثنين الكلام ده في الدنيا ولا يوم القيامة؟ يوم القيامة. ثلاثة انظرونا معناه النظر ولا انتظرونا معناه؟ انظرونا يعني انتظرونا. الدليل باقي الآية انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وديل الدونة نظرة ولا قال لهم ارجعوا وراء ذاته ارجعوا قال لهم ارجعوا وراء ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الحاجة الثانية مش كان المنافقون جنب المؤمنين هذيل بيتكلموا مع بعض زولك داس جنبك وزول تلقاه هنا وده في آخر الدنيا يا إسماعيل الحقنا قبة وتكسر الليل حق قبة اتكسرت واتهرست ومشت انتهى الموضوع ده كلام طويل وكله هوس. والله باسم الدين ما تبقى مع أي طائف ولا أي جماعة أبقى مع الحق والكلام ده أكثر الجماعات تبغضه بل كل الجماعات الحزبية والطائفية والذين يتعصبون للأشخاص إلى آخره يبغضون مثل هذا الكلام الذي ننطق به. ويعلم الله أننا نريد نجاة الناس هذا أبقى معيزه ذاته كان جبنا لست قلنا سجلوا أسماءكم وأبقوا طوالي أبقى مارك قول الشغلة بقت فات تسجيل ماذا أن نبقى حرار أبقى مارك طوالي. والله الذي لا إله غيره.